ثقافة منغلقة، واليوم سنتحدث عن الموضوع بشكل علمي أكثر، وبنطرح عدة أسئلة: ما هو مفهوم الهوية المصرية؟ وما هو أهمية فهم الهوية المصرية؟ وما تأثير الثقافة المصرية بالاستعمار؟ وأين معوقات التنوير والتطوير والخطاب الديني جراء تفرض الشخصية المصرية؟ ويكون ضيف اليوم الدكتور بهي الدين مرسي، مستشار الإعلام الصحي. لفظ غذاء ده الحقيقه انا ما بحبوش. قالت لي ليه؟ قلت لها مفيش حاجه مغذيه. قالت لي يعني هي اللحمه مش مغذيه؟ قلت لها لا. قالت لي طب والتفاحه؟ قلت لها والله ما هي مغذيه. طب والعيش؟ قالت لي ايه الموضوع؟ قلت لها ما هي الفكره هنا؟ لفظ مغذي يعني مفيد. لما تكلميني عن اللحم على انه مغذي مع واحد في سني 60 ولا 62 سنة مش محتاجه، صفر القيمة بالنسبة لي. قدمي لشاب عنده 11 12 سنة كده في مرحلة النمو هيفيده، يبقى غذاء بالنسبة له، بس بالنسبة لي ده حتى عبء عليا. عبء على كليتي والتمثيل الغذائي وبروتين أنا مش محتاجه. تعال امسك الحليب، غذاء ولا مش غذاء؟ ما اقدرش أقول لك. الأول تقول لي مين اللي هيستخدمه وساعتها هرد عليك. لطفل يكفي احتياجاته ومستفيد منه يبقى اديله لقب مغذي. طب وبالنسبه لي انا والله ما يقف في ذمتي بنص جنيه لن يفيدني. ايه الموضوع؟ عشان نتكلم عن منفعه او فائده اربطها لي بجوانب التلقي. بمعنى حدد لي جمهور التلقي. احنا عندنا العنوان اللي احنا بنناقشه في الصالون المره دي الشخصيه المصريه وازمه الهويه. وليه فشلت، او خلينا نقول بلاش فشلت بالكامل، لم تفلح في تسويق العلمانيه. ارجع كده للحدوته اللي حكيتها لك الاول. المفهوم لم يعد تطويعه لجمهور التلقي. انا هناك كنت باخد الـ مش عارف المنتج الغذائي لشخص محتاجه فيقع في خانة المنفعة، أما عند واحد تاني ما ينفعش، ده ممكن يضره. يعني لو جبت كباب لواحد عامل عملية طرحة معدة امبارح بالليل أنت هتفطسه. لسه بدري عليه عشان ياكل. أوعى تديله لقب مغذي أو غذاء على الإطلاق. يبقى أي حاجة مرتبطة بالمنفعة هي نسبية لحين ربطها بجوانب التلقي أو بالطرف المتلقي. اتفقنا على القاعدة دي؟ تعالى ناخد القاعدة دي كمنهج فكري ونشوف هنتعامل مع العلمانية ازاي. العلمانية مش عايز اخش في تعريفها، بس يكفيني انها نظام تم تجربته عالميا، اعتنقته دول كتيرة ونجح وفلح واستمتعت بيه شعوب وماشي زي الفل. تعال نديله لقب منتج صالح. أمال عندي الحكاية مش ماشية ليه؟ يا ترى عيب علمانية ولا عيب في المتلقي؟ تعال نمسك بقى هنا المتلقي، وده اللي احنا هنتكلم عليه المرة دي. كيف أنت؟ ومن أنت؟ بتكلم على الشخصية المصرية. وهنا هبعد هنا عن المحددات. لما أجي أكلم حضرتك عن الشخصية، وأنا بحب أكون أكاديمي وهعرفك يعني إيه شخصية، يعني مفهوم التنوير، يعني ايه هوية، عشان بس ما يبقاش الكلام يعني مفتوح كده. لازم نبقى منهجيين في تعريف الأشياء. أنتوا عايزين ايه؟ تنوير، وجهود تبذل من خلال ما يسمى بالتنوير لحياة أفضل. معاك هدف نبيل جدا، بس للأسف اللي بيحصل بتبذل جهود كتيرة جدا. بشوف أنا صالونات، كتب، محاضرات، برامج، مش عارف إيه إيه، والحقيقة بيعملوا جهود. بس لو خدتوش بالكم من حاجة، العائد تقريبا صفر. ارجع تالت كده للمثال اللي قلناه في الأول. بتأكل واحد عنده 65 سنة لحمة وهو مش محتاج جرام واحد منها. كله بينزل في المخرجات بتاعته. واقف عليك بالخساره، وفر فلوسك.
التنوير محتاج حاجتين: أداة نقل جيدة تناسب المتلقي، وقبلها لو سمحت قبل ما تعمل أي جهود تحدد لي جمهور التلقي، لأن هنا في خطأ بتستخدمه. ما تقوليش إن ثقافتك العالية دي تصلح للتعامل مع ولد عمره 6 سنين. 6 سنين ده بيسألني يا بابا يعني إيه علمانية؟ لا، ده لازم أحكي له القصة عن الزرافة والأسد والجبال وهذا السياق عشان توصل. لكن هقول له بص يا ابني، دول العالم الثالث لما تحب تتعامل في المنظومة الاقتصادية بخصوص كده هيتؤمن. يبقى هنا لازم أستحضر الشرط الثاني اللي هو كيف هو المتلقي. العنصر الثالث عنصر المصلحة كسلوك بشري. في قاعدة كده في السلوك البشري بتقول لا يؤتي أي من البشر ردة فعل إلا بناء على فعل تاني. مفيش حد فينا بيعمل حاجة إلا إذا كانت مسببة. يعني لما أعمل كده لازم يكون في دبانة عدت قدامي، لما أعمل كده لازم يكون في حاجة بتحكمني، لو بصيت كده لازم يكون في مؤثر شد انتباهي، وهكذا. يبقى كل السلوك البشري في حقيقته ما هو إلا ردود أفعال لإيه؟ مؤثرات. يبقى كده خدنا في حسابنا العنصر الثالث. تعال بقى ناخد فكرة المنفعة. أنت عايزها في المنفعة؟ أنا مش مستعد أعمل أي حاجة إلا إذا كان من وراها حاجة من اثنين، إما منفعة أو درء ضرر. درء ضرر. الديانات الحقيقة اشتغلت على الموضوع ده. يعني أنا ما بتكلمش على ديانة بعينها أو دين بعينه، أنا بتكلم على العموم. العقائد لم تخاطب البشرية إلا من خلال عنصر المنفعة. تعالى أنا عندي نهاية النعيم، بس هتعمل الأفعال دي اللي هي عبارة عن إيه؟ تعديل سلوكك، عشان مش عايز أسيبك وأطلقك العنان للآخر، فأنا هحدك بسلوكيات. لو أتيتها مقابلك جايزة. طب معلش أنا مش عايز بقى لأن القائمة دي مكتفاني. خلاص. أقف على النص؟ لا. أنا عندي على الجانب الآخر عقاب. يبقى تهذيب السلوك البشري من وجهة نظر العقائد جاي بالترغيب والترهيب. وهو ده المنهج البشري. وربنا ولدنا بالترغيب والترهيب. ودوائر العمل والحكومة والخاص والكلام ده كله شغال بفكرة المنفعة والضرر. مفيش سلوك بشري إلا وبيقوده هذه الآلية. قليل المنفعة. بس تعال بقى نبدأ كده في تعريفات شوية عشان هنستخدمها كتير. يعني ايه تنوير؟ تنوير في رأيك هل هو تصحيح مفاهيم ولا إعادة صياغة المقصود أو المفاهيم من شأن معين؟ بمعنى لما تقول لحضرتك تنوير في قضية معينة، خلينا نقول مثلا فكرة الارتقاء بأساليب الحياة أو تعديل السلوك البشري، ترشيد المية. أنا مش عايز الناس كل يوم الصبح أمشي في الشارع كده ألاقي نهر من المية، غسيل سيارات وبتاع، بس أنا عايز أظبط. فأبدأ أشتغل على التنوير والتوعية. هنا التنوير بيعمل إيه؟ هل بيصلح فكرة كانت أوريدي موجودة بس هي كانت معطوبة فأنا عايز أردها للصواب؟ ولا بدخل فكر جديد في الخدمة؟ لأنك أنت لو ما ظبطتش فهمك لقضايا التنوير مش هتعرف تشتغل بيه. التنوير يا سيد في أساسه لو هنشتغل صح إن أنا أعيد صياغة المفاهيم بما يتناسب مع الواقع بتاعي. علشان كده التنوير ده بيخدم إيه؟ بيخدم قضية النقل.
قضايا النقل بشكل عام سواء في الأديان أو الخطاب الديني أو في المعاصرة أو الفروق المدنية في أوجه الحياة بين الريف والحضر أو مبنية على حاجة إعادة صياغة المفاهيم بما يتناسب مع الواقع بتاعي. وهديكوا أمثلة من حياتنا كتير قوي. تعالوا نشوف كده ليه الريف المصري فلت زمامه مننا وباظ وفقدنا الإنتاجية فيه. الريف المصري قوامه أو الريف أرض خضراء زراعة حياة بسيطة، ما بقولش معدنة، بسيطة، مفيش عمارات، مفيش كتل أسمنتية، مفيش سيارات تهلك الرقعة الزراعية، مفيش، حياة بسيطة بيعتمد على بس منتج. طب أنا لما أحب آخد نسخة من الحضر وأحطها في الريف محتاج إعادة التطويع ولا هتنقلها لمسمطة؟ تعال ننقلها مسمطة بوسط الدنيا، وده اللي حصل. ركبوا أجهزة تكييف وربنا فتح عليه بشير لما طلع ليبيا أو العراق ورجع لقى في المدينة مركبين أجهزة تكييف. يترتب عليها إيه؟ إلغي الأنشطة الريفية. ما ينفعش الطيور تمشي جوه البيت في مكان مغلق وفيه تكييف. نلغيها ونبدا نخش في حاجه ثانيه، تلفزيون وساتلايت والكلام ده كله، هنصل الصبح، يبقى مش هصحى بدري عشان الري والزراعه لازم يحصل بعد الفجر على طول. شيئا فشيئا كده تلاقي النمط الريفي استبدل بما يسمى بمدنيه، بس عمره ما هيوصل للمدنيه، المدنيه لها جوانب اخرى عشان تكتمل. فايه اللي يحصل؟ ارهاق لقطاع من الحياه، لان حضرتك ما عرفتش تنقل، خد بالك العطب هنا جاي فين؟ في قضيه النقل. الخطاب الديني حقيقه مشكلته كده، لما جه ينقل لم يراعي الفروق، تقريبا فروق التوقيت اذا جاز التعبير، هو لفظ حلو ينفع نستخدمه، الفرق التوقيت. انا في 2018 اجيب لك منين عبد عشان نعطيك رقبه؟ حد يعرف يدلني؟ ما عنديش. طب في دعاء المسافر على الدابه، بس انا ما عنديش دواب دلوقتي. ما تيجي يا عم نطوعها شويه. نسمي السياره اللي بستخدمها والطائره دابه. ما هي هو هناك دابه مش عشان اختار شيء باربع رجلين، هو يقصد اداه السفر. خلاص قول لي كده واطلع منها بقى. تعال امسك في 2018 واشوف ايه ادوات السفر، الاقي الباصات والسيارات. يبقى لما يجي اتكلم على احكام بتتكلم على الدواب، وارد قوي ان انا اعيد صياغتها بما يتفق مع 2018، واتكلم على حكم المسافر بالطائره وحكم المسافر كده تمشي. لكن لو انت هتقف لفظا عند ما طرح في صدر الاسلام هتعذبني، مش عارف اعملها. يحصل ايه؟ الخلل اللي احنا عايشينه، لا انا عارف استمتع بالقضايا على اطلاقها، ولا عارف اطيع، ولا قادر كمان. فيصبح عندي نوع من المحدوديه والتشتت في قبول هذه الاحكام. الخطاب الديني العوار المعظم الحقيقه جاي فيه في اللغه. ارجع تاني للقاعده، الوعاء الناقل. كتير قوي لسه انا بحكي لك على مثال، موبايلك سليم والشاحن سليم، بس السلك اللي بينهم بيرعش وبيلمس، هيعذبك. وسيله النقل تالفه، قد تكون هي دي الاسباب. انا عندي هنا في المعاصره في مجتمعنا المصري الرصيد المعرفي الحقيقه هو الاشكاليه، لانه فكره الشخصيه المصريه او الشخصيه كتعريف اللي هي جمله السمات التي يتمتع بها الفرد، وهي بين قوسين تحديد الفرد. احنا مجموعه بشر، انا كل واحد هسميه الشخصيه. طب ما احنا كلنا زي بعض، يعني فسيولوجيا الجسم واحد ونمط الحياه لا، ما زال في جوانب تفرد تخص كل واحد على حده. هنحطها تحت خانه ما يسمى بالشخصيه. فكره انا بحب وانت ما بتحبش ده. أنا ميال إلى وحضرتك رافض ده. نطبقها بقى في الأكل وفي الفاكهة وفي اختيار الملابس وفي الألوان وكل حاجة، وارد إن احنا نختلف. طب نظبطها إزاي؟ يبقى تعالى نشوف
او نعتد او نعتمد ما يسمى بمصطلح الشخصيه. ايه هي الشخصيه؟ جمله السمات التي تميز الفرد استنادا الى، خد بالك من اللي جايه دي، استنادا الى ايه؟ الرصيد المعرفي بتاعك مؤثر قوي جدا في تحديد كيف تكون وكيف تبدو للعالم وازاي تتعامل مع الاخر. بدايتنا الرصيد المعرفي. تعال نعلى شويه وهناخد مع الرصيد المعرفي ده المحيط المجتمعي اللي هي الثقافه. والثقافه الحقيقه ليها مفهومين، في مفهوم اللي هو مرتبط بالقراءه والاطلاع والتحصيل كده، مش ده اللي انا اقصده. انا بتكلم على الثقافه كلفظ له علاقه بالمجتمع اللي هي فكره ما يشاع مجتمعيا، جمله العادات والتقاليد والقيم. وبالمناسبه في فرق كبير بين الثلاث حاجات اللي انا قلتهم، عادات تقاليد قيم. تيجي نعرفها يلا ونخلص منه. عادات لغويا جاي من الاعتياد، بنعتاد شيء نألفه ندخله ضمن الإطار القاعدة حتى لو غلط. حتى لو غلط، لو اعتدنا شيء نألفه وندخله ضمن إطار القاعدة أو المقبول حتى لو غلط. يعني أنت كل واحد كده وقفة رمضان، عيد رمضان هتقضيها فين؟ يقول لك في البيت. طب هو عيد رمضان له وقفة؟ لا بس كده يعني احنا ايه؟ فضلنا نقولها نقولها نقول لغاية ما ايه؟ وقعت موقع الصح. بيحصل او بيحصل. الاعتياد يولد القبول في أي قضية. العنصر الثاني، احنا قلنا ثلاثة، عادات، تقاليد، قيم. عادات اللي احنا هنتعود عليها. طب وارد تغييره؟ وارد. أنا مرة قاعد مع ابني فبقول له طب معلش نزل رجلك من على الرجل. قال لي حاضر يا بابا، بس ممكن أسألك سؤال؟ قلت له اسأل. قال لي ليه أنزل رجلي من على رجلي؟ هو زمايل حضرتك في الشغل مش بيحطوا رجل على رجل ويحترموك ويحبوك؟ قلت له اه. قال لي طب ليه حرمت عليا؟ قلت له استنى كده، ما لقيتش إجابة. أنا خدتها من أبويا كده وعايز أنقلها لابني. فوقفني. قال لي انا موافق بس يعني اديني مبرر. ما لقيتش مبرر. قلت له ادعم اللي انت عايزه. يبقى فكره ان انا ابقى اسير لعرف مجتمعي ارتضاه وهو خطا، ده انت لو كلمت واحد بيضرب كلاكسات في الشارع هتبقى انت اللي غلط، الناس هتضحك عليك. يعني ايه اللي مضايقك؟ طب وانت مالك؟ ليه؟ السلوك ده احتل مكان القاعده في حياتنا، فما بقاش معيب. ده بالنسبه للعادة. تعال بقى للقيم. القيم واضح من اسمها كده مرتبطه بقيمه اللي هي السعر اللي بنحطه لمسلك في حياتنا. بمعنى قضايا الشرف، لا ده سعرها دم، سعرها احنا حاطين لها سعر دم. لكن في قضايا اخرى سعرها ضئيل، فدي اسمها قيم. لو سافرت فرنسا او لندن وتعرفت على مستر فلان هناك هيعرفك بنفسه وبمراته، ولازم ادبا يعني يتقبلها لو عايز كده تبقى ليه زوج. دي قيمه رصدها المجتمع اللي هناك للتعامل البشري. السيدات اولا تيجي تفتح باب الاسانسير، احنا عندنا في المجتمعات الخليجية الراجل زي ما مشيش قدام الحرمة يبقى واكلة راسه وعار عليه، لازم يجرها وراها. هم السعر اللي ارتضوه لهذه العلاقة كده فحطوا السعر. سعر يعني قيمة، والخروج عنها يتلف هذه العلاقة كده. قيمة اعتياد او عادة او عادات. والتقاليد، تقاليد يعني ايه؟ يعني أنقل شيء لاستخدامي. وده الحقيقة يعني بيتحط في خانة الثوابت. عندنا خد أمثلة على الكلام ده، المهر. لا يا عم أنا ما بيعش بنتي ببلاش.
انا حاطط لها مبلغ يوري للناس قد ايه البنت دي غاليه عليا. امال يعني عمال تقول لنا المهر ومش بس الكلام ده مش للبيع يعني، ده انا لما اجي عندي ولازم احط ليه؟ لان اللي يخصني غالي عليا. ودي كارثه في التعامل المجتمعي، ان احنا يعني عندنا ازدواجيه في قياس الاشياء. انت فاكرين كده المشهد لما النور بيقطع؟ هو ما اتضايقش من النور اللي قطع في شقته، هو يفتح الشباك يشوف الدنيا كلها معاه ولا انا لوحدي؟ يعني لو الدنيا كلها ضلمه اتس اوكي. وكان المعاناه فين؟ في ان انا جزء من التلف او لا، لكن مش هو مش متضايق من النور اللي قطع. خد بالك ده مكون فكري موروث عندنا. فكره انا طالما مع الكل. الاسعار غليت علينا كلنا. خلاص مفيش مشكله. المرور واقف في الشارع علينا كلنا. حته ان انا ابقى جزء من الكل بتلغي الحقيقه. جزء كبير قوي من فكره الشخصيه، الشخصيه اللي هي التفرد. زي ما قلت لحضرتك انت غير ابنك، غير زوجتك، غير اخوك، غير الاخر. هذه الفروق اللي هي الشخصيه. طب عادات هذه بتاعت الانماط مفتوحه. وهي في النهايه سلوكيات. طيب يا ترى الشخصيه المصريه ليها اشكاليه او شيء يخصها؟ عندنا حته كده مرضيه صغننه قد كده اسمها جوانب التفرد في الشخصيه المصريه. يعني ايه جوانب التفرد؟ يعني الحقيقه ما اعرفش يعني جذورها التاريخيه ايه. انما ثبت علميا على راي زغلول الفشار في مختبرات الغرب انه المصريين كده ليهم حاجات محدش يعرف يعملها. في عندنا في جوانب الشخصية المصرية نقاط تفرد الحقيقة لم يحظى بها أو لم يتعس بها كثير من الشعوب الأخرى، اللي هي فكرة خلق قانون ذاتي. احنا نقدر نعمل قانون ذاتي لكل شيء. في حاجة اسمها، ودي مش دعابة الحقيقة، دي حقيقة، يقول لك أي إشكال أو إشكالية لها ثلاث حلول. في حل اسمه الحل الصحيح اللي هو يضمن لك جملة إجراءات لحل الإشكالية. نور بيقطع كتير عندك، إيه الحل بتاعها؟ تشتري مولد كهرباء لو انت عندك ثلاجات او عرض او بتاع يحل لك يغطي جانب القصور. حل كويس. وفي حل خطر ان لما النور يقطع في السوبر ماركت او البقاله بتاعتي اشيل الايس كريم والحاجات دي اروح اديهم عنده فلان جنبيه عنده ثلاجات شغاله والنور ما قطعش عنده. ده حل برضه بس حل خطر. يبقى عندي اي مشكله بتتحل بحل خاطئ وحل صح. في حل ثالث خاص بينا احنا لوحدنا اسمه الحل المصري. الحل المصري ده خارج القواعد. نؤتيه في كل حاجة، وتأمل سلوكيات بتاع الحياة، هو غير خاضع للتعليم، وغير خاضع للحجم المعرفي، وبيعذب الناس، بس برضه ارجع للقاعدة اللي قلناها، اعتياده يولد قبوله. يعني أنا أذكر مثلا في الثمانينات والسبعينات كانت السيارة الأولى في مصر بيجو 504. الميكانيكيه هم اللي عملوا لها سهل. سهلة الصيانة، يعرف يخش جوه الموتور ويشتغل مع الانجن وبتاع، سهلة. فقال لك ده رائعة. فأوجد لها سمعة. نفس السيارة دي موديل آخر لل 305 مزنوقة كده، قال لك لا بايظة. يبقى أنا عندي هنا طرح قيم مرهون بآراء غير متخصصة. وشفنا الميكانيكي لما يجي يفك الأجزاء ويرجعها تاني يستغنى عن الورد والحاجات دي، يقول لك الخواجة حطيتها زيادة عشان يزود لك سعر السيارة. هو ما عندوش فكرة إنه مع الاهتزاز الصواميل بتتفك عن المسامير، فتحطت الوردة دي عشان تضمن عدم الحركة العكسية. هو مش فاهم دي، فيقوم يسقطها من الواقع لأنه مش فاهمها، فيروح رميها ويركب من غيرها. هنا القانون اللي حطه ده خاص ب
بثقافته، بلاش اقول ثقافته، بالحجم المعرفي بتاعه. هو غير مدرك لاسباب وجوده، وبالتالي عدم قناعته او فهمه يلغيها. احنا بنلغي في حاله من اثنين، يا اما مش فاهم يا اما مش قانع. يعني ما اجي اقول لك ما تدخنش جنب الاطفال الله يرضى عليك وانت ماشي سيارتك، لو هو مش مقتنع بضرر التدخين اقعد انصحه من هنا لبكره، مش هيبطل. لازم يقتنع الاول عشان يقبل التعديل ده، او يعملها وهو مش فاهم. الحمد لله السنه دي عدت على خير بشم النسيم، مفيش وفيات من الفسيخ، بس كل سنه له ضحايا، والضحايا الثانيه في المراكب اللي بتغرق في القناطر كل سنه لازم يغرق 35 شخص في المركب، حته مشهوره كده لازم. فهنا في قاعده تخص المصري حطها تخرجوا عن السياق العام. لما اجي اتعامل مع العلمانيه محتاج ايه؟ في لغه موحده تعرف تشتبك بيها مع العالم عشان تعرف تنخرط في العلمانيه، لو اللغه دي مش موجوده مش هتعرف تعملها. اجيبها لك بمثال كده زي دراسه الطب. دراسه الطب مبنيه على دراسه باللغه الانجليزيه وترمينولوجي عالي جدا اللي هو اللاتيني. اللاتيني يعني لغه موازيه جنب الطب، جنب الانجليزيه بنستخدمها. اقول لك الهارت ده انجليش، لكن القلبي ما يبقاش هارتياك، لا هيبقى كاردياك. اللي جت منين؟ ده الشق اللاتيني. ما علينا. في دوله جنبنا كده كانت بتدرس الطب وتخرج اطباءها باللغه العربيه. ايه اللي حصل لهم؟ اتعذبوا، لا يقدر يحضر المؤتمرات، يجي يعمل بحث يفتح النت كله بالانجليش، ده ضياع اللغه يحجب عنه فرص استثمار المعرفه. الله، يبقى اللغه عائق. عائق في العلمانيه عندي نفس الاشكاليه، بس هنا العلمانيه العائق بتاعها مش اللغه المقصود بها الانجليش، لا، اللي هي لغه التواصل، بمعنى الارتقاء بالمفاهيم. تعال كده قول لي كده لفظ العلمانيه قدام اي حد، اقول لك الشر بره وبعيد. ارتبطت بالكفر او الالحاد او حتى العبث بالدين. طب يا عم انت جبتها ليه؟ يعني من امتى بدات هذه العلاقه؟ هو ده كان تاسيس المفاهيم. فاكر لما قلت لك من شويه اعتياد الاشياء يرسخها ويولد القبول حتى وان كانت خاطئه. العلمانيه عشان تفهمها صح تاخد شواهد من العالم كله، ومن حقك يا سيدي تنتقي. بلاش الحته دي في العلمانيه، انا هاخد الحته دي ماشي، بس استمتع يا اخي، خد، لان دي لغه دوليه. يعني حضرتك ما تقدرش تستورد سيارات من اليابان وتقول ماليش دعوه انا قانوني لوحدي، لا، في شاسيه نمبر بتنزله شركه تويوتا، لازم ينزل في المرور عندك، لان العربيه دي وارد انها تصدر للسعوديه بعد ما اشتريها هنا في مصر. فالنمبر ده نمبر دولي مش بتاعك انت هنا في مصر. ما ينفعش تعيد تطويع تقول لهم انا عايز من واحد مثلا الى مليون ارقام مسلسله، لا، الرقم ده دولي. في العلمانيه العلاقات الدوليه مبنيه على فلسفه الفكر الواحد، زي هو الانسان لا يعذب مخلوق، ومليش علاقه بديانتك. خد بالك انا بقول لك ماليش علاقه بديانتك، ما بحقرش من ديانتك، ولا بقول لك سيبها وتعالى معايا في منطقه اللا دين، والله ما حصل. امال هي ايه؟ انا بقول لك دي ما تنفعش في التعامل في العلاقه اللي بيني وبينك. هتقول لي لا يا عم ده مكون اساسي عندي في العقيده، اقول لك عيش بيه بتاع. وده اللي حصل في السعوديه، ماشيين بالتقويم الهجري لغايه ما عذبوا اخيرا. انت عندك معاملات بنكيه مع العالم كله، ما ينفعش تمشي بالتوقيت الهجري. عايز احجز تذكره طيران، هقول له ايه؟ يوم الوقفه؟ طب ايه هناك ان يوم الوقفه ده ممكن مثلا حجزت 13 اكتوبر يوم الحجز، تيجي على الواقع في موسم الحج يطلع 12 اكتوبر، ها حلها لي. يبقى ايه المطلوب؟ الغي النظام ولا مساس بدينك. انا لم امتهن الانظمه بتاعتك.
عايز تقفل انت يوم الجمعه بتاع ماشي حر. بس البنوك بره والترانسفير الدولي والكلام دي والحاجات دي ليهم اجازات. وذلك لما تحول من الخليج عندهم الجمعه اجازه والسبت البنك بتاعهم قافل. هيصطدم في انجلترا بحد يوم حد البنك بتاعه. تعرف ده قعدت نص الاسبوع او اربع ايام بسبب ايه؟ اختلاف انظمه. حلها ايه؟ وحد. تقول لي والغي هويتي، دي مش هويتك. العلمانيه عمرها ما كانت هويه. العلمانيه لغه تعامل مع الكوكب. العالم كله بيشتغل على الريتم واحد. فاكرين زمان حكايه الكهرباء 210 220 و110 عذبت ناس كتير قوي كانوا يجوا يشتروا منتجات من الخليج وهم راجعين. انت عندك تردد في مصر اسمه 60 سايكل، اسف 50. دول تانية حتى لو 220 فولت ترددهم 60. لو هتشتري ثلاجه هي 50 و60 وتدخلها في مصر هتتحرق. طب ولو 110 220 هتتحرق برضه. السعوديه كانت كده. دلوقتي وحدوا الفولتيه عندهم لانه عنده منتجات كتيره هتيجي. يا ترى الشاحن ده بتاع الموبايل 110 220 نبدا نشوف. بتعذب نفسك ليه؟ ما تمشي مع السياق اللي اعتمد دوليا. يبقى خلينا ضمن منظومه واحده. فكره العلمانيه لا تعبث بمعتقدك ولا بقيمك، وانما بتستاذنك في انك تفتح افاقك الفكريه والذهنيه للتعامل مع العالم وفق ضوابط تم ارتضاءها. لان سمعتها بودني يوما ما العلمانيه اتقالت كده قدامي محاوله لالغاء شخصيتنا. نعم شخصيتك هو خلاص مهم كده. وعشان تروج للعلمانيه اغلب الظن لانه لم يتذوق الفائده فهتاخد جهد كبير منك لغايه ما يتصادر انه ينخرط في مجتمع طبق العلمانيه ولقى ما فيهاش ضرر، وساعتها يقول لك اهلا بالعلمانيه. طب وانا لازم ابعتك تدرس في المانيا اربع سنين وتلاقي انك بتتعامل زي المواطن الالماني والحجاب مش محارب وانك انت حقوقك كامله عشان تفهم ان الدوله المدنيه بتحترم العقيده حتى الاخرى. انت لازم تروح تجرب وتشوفها. طب ما تفهمها مني وخدها مني جاهزه. لأن مش كل واحد متاح له فرصة السفر. مش كل واحد متاح له فرصة الانخراط في مجتمعات أخرى عشان يفهم الفروق في المواطنة. عبارات سيئة أنا شفتها بعيني لما تنزل المطارات السعودية. ومعظم دول الخليج في الكاونتر بتاع الجوازات مواطنو مجلس التعاون الخليجي. يعني المسار ده ثلاث مسارات لمواطني مجلس التعاون الخليجي، والرابع ده بتاع الناس العادية اللي هم مش تبع. لما كمصري لما تروح تعمل عمرة هتلاقيها كده في المطارات بتاعتهم. هي اتشالت أخيرا لأن دي لا تتفق مع فكرة توحيد الثقافة. يعني أنا مالي بجنسيتك؟ عم بيه إيه؟ مالي بديانتك؟ تخصني في إيه؟ أنا علاقتي بيك إيه؟ حضرتك شريك استثماري معايا، بس هي دي تخصني. والحقيقه الطفره اللي بتتعمل في السعوديه دلوقتي انا ازعم ان الرجل ده قارئ جيد لآليه تطبيق العلمانيه. وعلى فكره ممكن قوي تصحى من النوم تلاقيهم سبقونا. اي لان هي مش محتاجه جهد كبير ولا هنلعب في البنيه التحتيه ولا هندعبس في مناهج ابدا. العلمانيه ابسط مما تتخيل. حرر فكرك من الاتهام الاسود اللي موجود سلفا تجاه هذا اللفظ بس، واستمتع. الراجل اللي عمل كده انا بحييه حقيقه، محمد بن سلمان بن سلمان قرأ الفكره جيدا وفي ضربه واحده هيجي 15 قرار كده راح معدل. الاجازات الاسبوعيه عندهم، قياده المرأه للسيارات، دخولها مجال العمل. هناك كان مجال مين دي اللي تبقى بترقص اثنين رجاله؟ كارثه. مواعيد العمل في البنوك، مفهوم الضرائب. ما ينفعش دوله تشتغل من غير ضرائب. ما هو بياخدها في حته ثانيه على شكل رسوم. طب خليك واضح معايا وحلو وتسميها ضرائب.
سيب الزكاة دي زي ما قلنا كده علاقة بينه وبين ربه. فالراجل ده اتجه للعلمانية، ويا سيدي زي ما أقدر، مش 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 زعلان إنهم يسقطونا، بس المؤلم ليا قوي الحقيقة إن دولة رائدة في المنطقة قياداتها ومفكريها لم يفلحوا في إقناع العامة بماهية العلمانية. السبب احنا عندنا حل ثالث لكل الحلول للمشاكل في الدنيا، الثالث ده اسمه الحل المصري. القضية الأخرى انه مرتبط بالرصيد المعرفي، وغالبا الرصيد المعرفي ده احنا بنعيد تطويعه. يعني خد بالك تستغرب لما اجي اقول لك، ودي من صلب مهنتي انا شايف فيها المر، يعني كيف ينشط ويفلح الترويج للطب المشعوذ، الصيدلة العشبية، الطب الموازي، الطب البديل، الحجامة، حاجات كده هنوصلها 15 اسم. طب ما انت عندك طب أكاديمي مجرب، أدويته معتمدة، قتلت بحثا، موجودة على رف الصيدلية، بس ما زال عندنا حاجة اسمها العطار وشغال، ورواج المنتج بتاعه اوسع بكتير من الصيادله. دمر الفكره وخلاني افقد متعه الاستفاده بعلم وتكنولوجيا. اخلط كذا على كذا على كذا وغلين واشرب منهم 3 مرات في اليوم. طب ما الاسهل من كده يا مات، ما اخد دواء من على رف الصيدليه. لا، المصري عنده قياسات مختلفه، وذاك حط لها قاعدة وعاش بيها، اللي هي فكرة ايه؟ اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. كده انا عارف بروج ليه؟ الغاء أكاديمية الفكر. اسأل مجرب، دي متجربة. يعني أنا حطيت مرة عسل على خل واديتهم يشربوا، المغص راح. نلغي قصادها ايه؟ منهج طبي بالكامل بيعالج. ودي سبب كوارث كتير عندنا الحقيقة. المصري ابتدى عشان يروج او ياخد اي قاعدة يوجد على شكل اصطلاح مجتمعي، اللي هي فكرة الامثلة الشعبية. وخلي بالك الامثلة الشعبية دي، والحقيقة يعني الشيء بالشيء يذكر، في استاذ دكتور فاضل، سيدة فاضلة في جامعة حلوان، شغال على الموضوع ده وبتعمل بحث. أنا شغوف إن أنا أشوف نتائجه، ليها دور أو أثر الأمثلة الشعبية كقائد للحياة في مجتمعك. المصري لما يحب يصمم المثل يصمم اللي يخدمه. يعني أنا مش عايز أستعجلك في شيء، اسمع، خير البر عاجله، يعني خلصني معمله بسرعة، بس في سياق آخر. لو أنا عايزك أقول لك في التأني السلامة وفي العجلة النبامة، ما ترسي على حل، أنت عايز تمشيها كده ولا تمشيها كده؟ عندنا ازدواجية في أي أطروحة شعبية، من فات قديم وتاني، ماشي جميلة، ويحط لك قصادها حاجة تانية تخليك عكس. أنت بتعذبني ليه؟ لأن هي غير حقيقية، ما هياش إفراز فكر أكاديمي أو مهندم أو مهذب، لا، هي عشوائية. والعشوائية دي لما بتخش في أي حاجة بتقتل المنهجية. المنهجية معناها أي شيء ممكن يكون مبني على علم. إحنا نعرف نوجد له حلول أخرى. الشخصية المصرية بتلعب في الإطار ده، وده اللي معطل حياتنا وبيفقدنا متعة التلقي في الحياة. يعني إحنا عندنا أمور كتيرة بنفقدها، اللي هي فكرة إيه؟ المنهج البشري بيقول يا حضرات، صادفت تجربة أضيفها الرصيد المعرفة، أو حضرتك صاحب تجربة وشفت نتائج مفيش مانع أوفر على نفسي التجربة وأخدها ريدي ميد وأحطها في رصيدي. يعني في واحد مرة حط صباعه في الكهرباء مات، خلاص مش لازم أنا أجرب الموت عشان أعرف إن الكهرباء خلاص أنا وصلتني دي، هحطها على رصيدي المعرفي.
الشاحن ممكن واحد حطه وهو نايم جنبه على السرير عشان يشحن الموبايل، ومره انفجر سمعت بيه سمعت خلاص، مش لازم استنى لما ابقى ضحيه لاجراء زي كده. يبقى وارد ان المكتسبات المعرفيه تكون عباره عن خلاصه تجارب الاخرين، هكذا الافتراض في المنطق البشري. المفروض ان انا باخد من الاخرين، انما عشان تبدا من الصفر وفي كل حاجه لازم تجربها بنفسك، ده المنطق المصري اللي عندنا. وتعالى شوف مثلا لما ينزل منتج جديد، سياره جديده، العالم كله جربها. استنى بس اما اشوف اخبارها في مصر، يعني اصبر عليها سنتين كده نشوف التكسجيه هيقولوا ايه، يتحط لها قياس، وبعد ما يحصل تطلع لي قراءه جديده تخليني اعتمد هذا المنتج او لا. وده بيقتل الابتكاريه. خدوا بالكم حتى في بيوتنا اللون اللي كان على الجدران ايه؟ يا الابيض يا الرصاصي الفاتح يا البيج، في حاجه رابعه؟ وده بس يجرؤ حد مثلا يعمل لك لون بلو كده فاتح ولا سماوي بتاع؟ لك. لكن جه مره عبقري وقال لك لا دي غرفه اطفال، انا هعمل جدار اصفر والتاني هرسم عليه حيوانات وميكي ماوس، ايه المانع؟ مش دي غرفه اطفال؟ وعملها وبقت حلوه، نقلوها. طب وانت ما ينفعش تاخد زمام المبادره وتطلق الابداع على نفسك وتشتغل؟ الشخصية المصرية الحقيقة يصر على انه يكون فريسة للتجارب الاخرين، واللي يقولوا عليه هيقبلوا. انا كاتب مقال قبل 3 ايام عن الفسيخ، قلت اللي يرضي ذمته قدام ربي كقراءة طبية، فسيخ اكلة مش بطالة كويسة، بس يعني اعرفوا كده يا ناس ما هوش مغذي وما هوش ايكونوميك او اقتصادي، فما بالك الفرق. بس خلينا نقول ايه، تحت الشهيه والنفس زي بعض، بس خد محاذير بقى، وارد قوي انه يقتل لان السم بتاعه ما بيتعالجش. طب كله مسمم؟ لا والله ما اضمنلكش. طب ريحته تبان؟ لو تسمم مش هيبان ولا لونه بيبان. يبقى انت فريسه للصدفه، كونك ما متش من الفسيخ قبل كده دي صدفه. هذا لا يعني ان كل المرات اللي جايه اللي هتاكل فيها فسيخ انت محمي، لا. العالم بقى ما بيشتغلش بالصدفه، بيحط حسابات، حسابات اسمها ايه؟ إدارة أو مفاهيم المخاطر. ممكن أسأل حضراتكم سؤال؟ الجمع اللطيف ده، كم واحد عنده طفاية حريق في البيت؟ أنا مش عايز الإجابة. الشر بره وبعيد أول رد. فلا الله ولا فلك ده تاني رد. ربنا ستر وقيس عليها. فكرة انتفاء المخاطر من حياتنا، لكن نستحضرها في حاله واحده. لو حصلت مره هتلاقيه جاي في اوضه النوم طفايه وفي الطرقه طفايه، ما تخبط على واحد في بيته وتلاقي تسمع ترابيس وهو بيفتح تيخ طخ، اعرف انه اتسرق قبل كده. مش كده حط 4 ترابيس على الباب. منطق التجربه والخطا. بس ده ما ينفعش منهج بشري لاداره حياتك. في منهج ريدي ميد جاهز العالم كله اعتمده اللي اسمه إدارة المخاطر. مخاطر يعني إيه؟ يعني أشياء تم حسمها وحسمت واعتمدت. مفاتيح الكهرباء اللي في البيت دي اللي في الطابلو ليها عمر افتراضي 4 سنين. باظت ما باظتش رجعت تشيلها وبناقص ثمنها وتروح تجيب غيرها وتركبها. لأن هي بتتيبس وتفقد مرونة اللقطة مع الأوفرلود. لا إحنا ما عندناش الكلام ده. مش هيعملها الا اللي اتلسع منها قبل كده. يبقى انت عايز تمشي بمبدا بدائي جدا. العلمانيه بتقول لا. بتقول انا اكتشفت امبارح بالليل اليه جديده لوقايه من ازمات الرب. تلاقيها تاني يوم سمعت في الدنيا كلها، ويعدلوا انظمه علاجيه في دول العالم استنادا لمعلومه تم اعتمادها. لكن انا عندي عشان توصلي وتخش ضمن دورتي العلاجية أو المجتمعية أو المستندية تاخد وقت طويل جدا. الحكومة الإلكترونية اعتمدت في دول كتير واشتغلوا. إحنا لسه بدري علينا. لأن أنت عشان تعملها أنت ما عندكش حصر النهارده لا مجموع الأقباط بالظبط قد إيه مقابل المسلمين، ولا الأميين مقابل المتعلمين، ولا الخارجين عن سوق العمل، ولا
عندكش قواعد بيانات، لان عندي قراءه تريبل ثلاثيه لكل شيء. يعني انا حك بقى عشان نختم المحاضره دي، لما حبوا يقيسوا البطاله في مصر سالوا كام يا اخوانا، يقول له 35%، وانت لا مش عارف 16 5 ايه؟ اتاري الموضوع بيتحسب ازاي؟ هو بيحسب الخريجين تخرج السنه دي سي 50,000 يفترض التحكم بسوق العمل. سوق العمل ده اخذ 50 وفضل 50، يبقى عندك قراءه لل 50، لكن هو عنده قراءات اخرى. بيقول لك لا، ما هو يعني اللي اتجوزت نطلعها من البطاله، ليه التحق برجل بيعمل؟ طب وانت معلمها ومخرجها عشان تحسبها في سوق العمل، ولما جه واحد انتقاها كزوجه ودخلت بيت تحذفها من سوق العمل؟ ما ينفعش. وغيرها وغيرها وغيرها. الشخصيه المصريه عشان اختم متفرده، بس التفرد ده مؤلم الحقيقه. انا كان نفسي التفرد ده يقع في خانه ايجابيه تجيب لي مغانم او مكاسب. لو حصل ده هتاخد لقب اخر اسمه الابتكاريه. اليابان عندهم مبدا جميل جدا، لو حضرتك ابتكرت شيء او عندك فكره حلوه قدمها نبحثها، لو طبقت نديك فلوس. طب لو طلعت غير ممكنه هديك فلوس برضه بس اقل، عشان بكره تجيلي لو عندك فكره تانية. عشان كده ميد ان جابان دي هي العباره الاولى في العالم، اللي هي احتضان قدرات الذهنيه لبني البشر، قوه رائعه. قضية مش مهدي محمد لو عمل الدولة الحديثة يا اخوانا ما تكلفش فلوس، هو لعب على المنتاليتي بتاعت البشر، غير القناعات. شكرا لحضراتكم. مزعجة أو تقلقني لو أنا هاخدها كمنهج وأطبقها في مجتمع، خلينا نقول محافظ متدين أو ده سؤال حضرتك. يعني فيما يدعو للقلق، الحقيقة أنا عندي إجابة مخجلة. في هتنتزع أدوات القوة من معشر رجال الدين، هنا مكمن الخطورة والخسارة. تاني، لما تيجي تطبق العلمانية بالشكل اللطيف اللي لا بيمتهن ديانة ولا بينحي عقيدة ولا بيمنعك تمارس أي طقوس خاصة بك، خليك مصري، خليك بتاع المهر المرتفع، أنت حر، خليك، محدش هيمس عاداتك وتقاليدك. اعمل النقاب ومشي أنت حر، والله ما لينا حاجة عندك كعلمانيين. العلمانية بس هتشتغل على منطقة تانية، فكر تحرير معاملات الحياة من السلطة الدينية. وخد بالك لفظ السلطة الدينية، ما بتكلمش على الدين، الدين لم يتسلط، إنما تسلط وسطاؤه ورجاله، لأن هي دي المغنم أو المكسب اللي بيلعب عليا بيه. أنا لو فهمت إن علاقتي بالخالق أدعيه وقت ما أحبه هيستجيب لي،
مش محتاج بقى شرايط الدعاء والشهقات والبكاء اللي في الأدعية اللي على شرايط الكاسيت والكلام، حد هتموت السبوبة عندهم، لأن هو ربطني بأداء هو يملك مفاتيحه. تعالى ما أقول لك دعاء قضاء الحاجة بس احفظه. نعم. إيه ده؟ إيه حكاية النصوص؟ وقول ورايا، هو أنا لو قلت غير كده ما ينفعش؟ أنت بتكلمني عن خالق إدراكه مطلق، علمه واسع، عارف اللي جوايا، ما ينفعش أقول يا ربي اللي بالي بالك يا ريت تحققه الأقصى. لكن هو بقى كوسيط يرزق من علاقته بيك لازم يزرع نفسه في النص. هي دي إشكاليتنا في العلمانية. مين اللي جرمها وحرمها؟ أدعياء الدين. هات لي واحد منطقه حر كامل الأهلية يتعامل بشفافية وهيرفضها. أرفضها ليه؟ ده هفاجئك بحاجة بقى. منتهى العلمانية منتهى التدين، صدق أو لا تصدق. أنت لما تبص للشرائع السماوية تقريبا كده، العلمانية بتقول اتعاملوا بشكل سوي. العلمانية على غير ما بيروج وسطاء الدين، لا تهزم الأديان ولا تلغي قدرات الخالق ولا تلغي تبعيتك للعقيدة. مش مطلوب منك أي حاجة، والله ما عايز أعرف ديانتك. هو أنت لما بقيت مصري ومسلم مثلا، أو مصري مسيحي، لو بقيت تونسي هتتغير ديانتك؟ دي ملهاش علاقة بالدين. كن علمانيا وخليك على أصولك المعتقدية. لا خطورة. إجابة سؤالك الرائع. العائق الوحيد اللي عندنا بائعي المنتج التالف، أوصياء الدين. على أرض الواقع أنا جاي برؤية حضرتك بتتعامل مع مفهوم بتاع العلمانية برؤية إحنا حتى كعلمانيين مع أرض الواقع مع محيط المجتمع اللي عايشينه، لا المفاهيم عندنا مختلف. هو أنت علماني يعني أنت ضد، هي كده على الأرض مع الحياة الاجتماعية. حضرتك بتتكلمني عن علاقة بين الطرفين اللي هما تقريبا مثال اللي هو علماني وحد تاني عايش معاه في البيت. كنا قاعدين كده في مجلس، بقول له ما شاء الله عليك انت رائع يا بابا قوي. هو بابا بيشتغل ايه؟ الولد عامل كده، صانع احذيه. ايه ده؟ بيقولها وهو فخور قوي كده. احنا عندنا دي لو حصلت لا لازم يجملها 100 مره. ما يقول لك صانع احذيه يعني اذا مات او لا مسبه. ايه اللي اوجد يعني عايز اقول عار في هذه القراءة؟ وذاك اتغير عليها مسميات كتير. يعني الحلاق استحى من لفظ حلاق، سماك وفير اشيك وحاجات كتير، السوبر ماركت وميني ماركت، وهو اصلا دكان قد كده. يعني ما ينفعش اقول بقالة، لا يعني الدنيا اتطورت. اللي هي فكرة انا اعلى بكتير، حتى في السياق العادي يقول لك ايه
لمؤاخذه الجزمه. طب ليه الجزمه؟ بس لو انا بالانجلش مش هقول لمؤاخذه، يعني ده اللي محيرني، يعني يقول لك الجزمه لمؤاخذه بس ستريت شوز، طب ليه ما قلتش لمؤاخذه؟ لا اصل ده افرنجي. ففكره ان احنا لينا ثقافه نستحي منها دي موجوده في واقعنا. العلمانيه ضحيه لهذا المعتقد، بس هي بريئه منه. بتسالني ليه البحث العلمي ناجح في اسرائيل؟ لانه حرروا نفسهم من منطقه الدين. انت عندك القضايا العلميه هنا بتصطدم في معظمها بالدين. يعني جامعه اوكسفورد غبيه ولا هبله مش قادره تبحث في فوائد بول الابل؟ ده كان زمان طلعوا لنا ادويه وهم عايزين يبيعوا. بس افهم انه يعني عارفين ما فيهوش فايده. انت بقى عندك هنا القطاع شغال على الموضوع ده ومش علم، يا ريتوا عملوا بحث علمي واكتشفوا ان الحجامه ليها فوائد. لا، هي فروض مبنيه على ربط العبد بالدين. بس خد بالك الدين بريء منها. يعني انا قلتها اكثر مره، قلت يا اخوانا الحجامه دي لو كانت موجوده وهنحطها تحت الطب النبوي، ما ابو لهب كان وقتها بيعمل حجامه، يبقى وارد انك تسميها ايه؟ الطب اللهبي. طب ليه طب نبوي بس يعني؟ وبعدين الطب ما جابش فيها حاجه. ما ينفعش ادخلها ضمن مناهج العلاج. لما يطلع لي حاجه اكاديميه منها بصدقك. مره حصل قناه تلفزيونيه عندنا نزلت اعلان كده، قناه المحور كانت لسه في اولها، وداعا للانسولين حاليا عسل نحل حضرم يعالج السكر. مات 12 طفل جراء هذا الاعلان، الكلام ده قديم، لانه استغنوا عن الانسولين تحت زعم ان ده هيعالجه. يعني انا بستغرب، يعني في منهج علمي في صيدله في طب في مدركات تم اثباتها، رايح انت تلعب في منطقه مجهوله ليه؟ العلمانيه قوامها لا نعتمد الا ما تم ادراكه. خلاص كده ثبت علميا بقى وتبقى عباره صحيحه. الميه المعدنيه بتعمل حصبات، ودي عباره ودي حقيقه. ميه معدنيه؟ اسف، الميه هي دي اصلا مش معدنيه، يعني هقول لكم على معلومه كده شيء بشيء، اي حاجه بتدفع فيها فلوس وكده دي مش مياه معدنيه، دي اسمها مياه معبأه. معبأة يعني كبير، ضمن لك نظافته بس. وعباه في ازاز وبعبوا لك. طب الصوديوم قد ايه؟ مالوش دعوه. البوتاسيوم قد ايه؟ اتفلق. الكالسيوم قد ايه؟ يعمل لك حنماري. هو يضمن لك شيء واحد. نظيفه. امال ايه المعدنيه؟ لا دي حاجه ثانيه، ادفع 7 أضعاف الثمن وتعالى اديك ميه معدنيه. البوتاسيوم قد اللي في جسمك، الصوديوم قد يبقى احنا ما حدش فهمنا. العلمانيه بتيجي تقول ايه بقى؟ هتبيع اي حاجه، باكو بسكويت اكتب لي عليه كل شيء. اللا علمانيه بقى بتقول لك لا، انا هضحك عليك وابيع لك اي شيء وفق مدركاتي انا. وده الفرق بيننا وبينهم. هناك في احترام لكل صغيره وكبيره. دي فكره حقوق الانسان. حقوق الانسان مش معناه معتقلات وسياسه، لا، حقوق الانسان يعني ايه؟ لما ابيع لك باكو بسكويت او ابيع لك برجر اقول لك ده نسبه اللحم كذا ولسه فيه خضرواته، اكون حقيقي معاك. هي دي العلمانيه، منتهى الشفافيه، منتهى الوضوح، منتهى الصدق، ولا شيء خارج اكاديميه الفكر البشري. استشهد بيه على انها نموذج ده
الاسباب قوى العظمى لحدوتها متفصله متفصله من زمان مش دلوقتي مش هيجي حد كلام على اسرائيل لا لا السعوديه السعوديه اه لخدمه اسرائيل المشكله المعضله الحقيقيه هي هنا الجماعه القدام الخمسينات والستينات كتبوا لنا كلام حلو قوي عن مصر احنا ما شفناهاش ناس زي كتابات زي محمود امين العالم زي عبد الله يونس زي عبد الله النقاش يعني ناس كتير جدا حسين عبد القدوس كل الناس دول كتبوا عن مصر احنا ما شفناهاش خالص ويبدو بشكل ما ان النخبه في مصر عندها ازمه حقيقيه مستمره طول العقود ما بتتغيرش هم متخيلين اللي بيتكلموا عنه هو ده الموجود في الدنيا موجود في الارض وهو لا علاقه له بالواقع خليني ادي حاجه مثال كلنا نعرفه حياه لو ليك جذور من من الاقاليم ونزلت للفلاحين هتشوف حاجتين من اسوء ما يمكن تحصل لشعب في الشغل نمره واحد احنا شعب عايش على الزراعه بدل بعد كل سنين بدل ما نتقدم في الزراعه الاخضر وبيدين الفلاح نفسه الحاله الثانيه الحاله الدينيه المسيطره على الاقاليم القاهره خادعه جدا يعني شكل من بره مدني وهم كده عربيات ماشيه في الشوارع وناس لابسه شيء مش عارف ايه وبتاع وندوات زي اللي احنا بنحضرها كده المجلس الاعلى وفي الاخر مفيش حاجه مش حاجه حقيقيه احنا بنشوف التلفزيونات بقى لنا 20 30 سنه حتى في عز احداث المظاهرات بتاعت يناير وحتى 2013 ما فيش حاجة احنا قصاد نماذج بلالين هواء منفوخة على الفاضي لا عندنا نظام فكر سياسي ولا عندنا يعني حاجة انا كنت خايف بس حاجة هتكلمني لما تتكلم على العملية تقولي مرتبطة بالصراع الاجتماعي صراع الطبقات مثلا فين صراع الطبقات اللي بيتولد فين في مصر بيفضل فين لغاية لما يموت اللي بيتولد غني بيفضل غني لغاية لما يموت فانا يعني انا بحس ده اللي بتقول يعني مش يعني مش القصد اني اختلف على حاجه بس فعلا في اشكاليه انا بسمعها مع في كل الندوات من كل الناس سواء يعني في اماكن حكوميه او غيرها انه بيتكلموا على دين مش موجود ملهاش علاقه بالواقع خالص ما نبص على حاجه المراه المصريه في كارثه المراه المصريه يعني يعني بره التاريخ خالص فانا ما اظنش ان احنا ما اعتقدش ان احنا محتاجين نتكلم على العمليه اظن ان احنا محتاجين نتكلم على الف ب ازاي يكون عن في عقلنا في عقل المصريين في حاجه ثانيه جنب مش عارف مش هنقول لك اشكرك سؤالك ده عذبني الحقيقه عارف ليه؟ لانك انت كسرت لي كل الحاجات اللي انا تربيت عليها، انا تربيت على ان الطفل المصري اذكى طفل في العالم. وان الشخصيه المصريه جباره وعملاقه. وانه معطاء وان موقع مصر الجغرافي مطمع للعالم كله وانه مصر ام الدنيا انا ما اسمعش عن دولة تانية ادت نفسها لقب ام الدنيا او على الاقل نفسي اعرف مين ابو الدنيا اذا كان في ام فحد يدلني كمان على ابوها ما فيش احنا فضلنا نعبي عبر التاريخ تراث مغلوط وتذكر حضرتك الملكية في جيلي انا بقى لما الناصريه كانت بتدرس ليا فعشان يحببني في الناصريه قال لي خد بالك الملك كان فاسد كان له حظوه نسائيه وكان التاريخ زور لترويج قوه معينه فابتديت اكره الحقبه دي من تاريخ مصر اللي كان بيعمله ده وازاي كنا ساكتين طلع انه ما هوش كده خالص جه واحد بعد عبد الناصر قال لك لا ده هو ده اللي فات ده كان ابتدى يشطب وده يجي يشطب على ده وده يشطب على ده كارثه فالتاريخ يكتبه كل صاحب شأن العلمانيه بقى بتضمن لك ان العك ده مش ممكن يحصل بمعنى ايه؟ مش انت اللي تصيغ التاريخ يا استاذ يا مصري هو التاريخ المصري ده بتاعك النهارده فكره اثار وابو الهول وغيره ده مش ملك مصر ده في حقوق دوليه لهذا التراث
يملكها العالم كله. يعني انت ما تقدرش تيجي كده زي ايام ما كانوا هيمسكوا الاخواننا البعدة وهيحطموا الاثار، كانوا هيعملوها لما عملوها في العراق. تخيل كانوا هيحطموا لنا الكلام ده كله. الكلام ده مش ملك المصريين، ده ملك التاريخ. وافصل بين التاريخ بتاعك وبين نفسك انت كمصري. انت لا تملك تاريخك، وذلك لا ينفع تزوره ولا تضيف اليه ولا تحذف منه. ايه اللي يضمن لي النقاء ده كله؟ العلمانيه. العلمانيه انت بتفتح بيتك يقرا من كافه الجوانب للجميع. يعني النهارده مثلا انا فاكر كده في مره من المرات دي اتشاف فيها وزير صحه، انا كنت مستشاره وقتها في مؤتمر في سويسرا، طلع سوزان مبارك تقول بكل فخر احنا ما عندناش حالات شلل اطفال. طبعا بتوع الصحه العالميه لا سلطان عليهم، وقفوا فجاه كده، لا يا هانم احنا رصدنا اربع حالات عندك. والشاح مر وخضرته قالت الوزير اللي كتب لي المقاله دي يرجع على حسابه، ده ما عادش وزير. فكره حتى ازاحه وزير مبنيه على مش العبث بمقدرات، على انه غلط في توريطه يعني. فانت ممكن تدعي، اسال كده حكومتنا عندنا بالهرسيا، يقول لك احنا ما صحناش على 33% التهاب كبد الا مؤخرا لما ابتدينا نقرا الواقع بشكل جيد. 33% يعني كل 100 واحد 33 ضايعين. اصل كله بيروح الشغل يرجع، دي مش معناه انه سوي. والواحد ده هيربي كبديين اخرين اذا جاز التعبير. فاحنا نلغي الحقائق، ويا ريت بس نلغيها ونغيرها وقت اللزوم. يعني لو حبيت احببك في الملكيه المصريه النهارده اعمل لك كتاب صغير كده، احط فقره في التاريخ. وذاك انت تشوف البرلمان بتاعنا يقول عايزين نشتم كذا من يشتم. يا راجل ده لما قامت الثوره الافلام القديمه ابيض واسود اللي هي تراثك السينمائي، صوره الملك ها كانت تتكشط عشان ما ايه ده؟ انت عايز تقول لي ان ما كانش في ملك قبل كده؟ يعني ما انت لو عايز تحذف دي من مضبطه التاريخ تبقى انت بتعبس بتاريخ البشريه. ما ينفعش. العلمانيه الحقيقه بتضمن الكلام ده كله. لا تهدر حقوقك وانما بتحفظها لك من خلال ان واقعك يبقى حقيقي. اتكلمنا عن حوادث السيارات في مصر، وانت رجل علماني وحكومه علمانيه ومنفتح على العالم هتاخد رقم حقيقي. لكن والله دلوقتي عشان السياحه انا شفتها بعيني. جالي مره قرار منشور كانت كوليرا منتشره في مصر، الكلام ده يمكن في الثمانينات. ممنوع على اي طبيب يسميها كوليرا، اسمها امراض الصيف عشان السياحه. التفاصيل العلمانيه ما تقدرش تلعب اللعب الدنيء ده. معرفي او تعوضنا عن اي حاجه هي غالبا حاجه ملهاش علاقه بالعلم او ملهاش علاقه بالثقافه.
مثلا عايز في الوقت ان احنا في خناقه او اي حد عايز يغير اي شيء يعني، فهو في خناقه مع الدين او في خناقه مع الثواب طول الوقت، اللي الدين بشكل ما الناس اللي مسيطره عليه او عرف اجتماعي، حتى مش لازم يكون شخصيات دينيه يعني، ايا كان الشخص المستفيد ده من الثقافه السيئه دي، طول الوقت بحس ان انا لازم اروح اتفاوض معاه او احاول اقلل من سلطته شويه او اكسر في 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 في, في المساحه الكبيره اللي هو مسيطر عليها طول الوقت. انا كواحد مش عارف منفعتي فين، انا يعني انا عايز اروح فكره انه انا لازم يبقى عندي منفعه واضحه ليا انا شخصيا كواحد مثلا، ايا كان بقى المذهب بتاعي هو العلمانيه او فكره التنوير او فكره مجتمع مختلف عن ذات ذاتي، انا طول الوقت ما عنديش الحرب المفقوده، انا دلوقتي المفروض ابقى صاحب حرب او صاحب رساله، وطول الوقت لازم احارب في الاتجاه ده علشان احقق مكسبي الشخصي، خلاص هي تبقى حرب معلنه. انا يعني ده من وجهه نظري يعني، انا دايما ما بناخدش بالنا من الحته دي، بحس في المنطقه دي ان مجهودنا كله بيضيع بسبب كده. دي النقطه الثانيه، النقطه الثالثه بقى قياسا على الكلام المستقيم اللي كله حاكينا عليه، تمام؟ فكره انه فعلا يعني عندنا كميه نتائج مهوله جدا، يعني كميه الحاجات اللي انت محتاج تغيرها لا مهوله جدا، المجتمع كله تقريبا بيتحول بشكل غريب جدا، فلا بقى فعلا الفلاح فلاح ولا الخضري خضري ولا المدينه بقت مدينه ولا الغريب بقى غريب، وهم دول تقريبا المكون يعني المكونين الرئيسيين للمصري يعني. فانا بحس ان احنا في حاله تشوه كبرى جدا، تمام؟ ما اعرفش دي تتحل ازاي يعني، او نلقى مثلا طرق لرصدها ازاي فعلا، غير بفكره اللي هي النقطه الثانيه اللي ذكرتها، فكره المنفعه اللي ممكن من خلالها لو انت عندك رساله واضحه وفيها منفعه عامه، ممكن من خلالها كل ده يتوحد معاك، كل واحد حاسس انه ممكن يبان له فوارق للتشوه ده، او يعني حد ممكن بدل ما هي الصوره ضوئيه كده لو الناس حست انه في حاجات ممكن تبقى واضحه، لو عملنا 1 2 3 10 ممكن المنفعه بتاعتنا كلنا تبقى كذا كذا، اصل ده خطاب بعيدا تماما بقى عن اي شيء، لانه صب في المنفعه وخلى المنفعه بقت عامه، فبالتالي كده ممكن يفك الاشتباه ده التشوه اللي بيتكلم عنه. كلمه رصيد معروفي مش بالضروره يبقى خاص بسعادتك لوحدك. حضرتك مش طبيب. حضرتك مهندس، عندك معرفه او جمله معارف في نطاق الهندسه. بس هل يفترض فيك انك تبقى عندك نفس الحجم المعرفي بتاع استاذ في كليه الطب؟ انا بقول لك لا. طب وحلها ايه؟ وانت قلقان ليه؟ لما تحتاج المعارف دي عندنا قناه نستدعي بيها من اللي عارف. يبقى انا مش محمل ولا مطلوب مني ان انا ابقى فقيه في الدين وعالم في الطب واستاذ في الهند. مين قال كده؟ الرصيد المعرفي ده حصيله عامه. وهنا الاشكاليه، افتح كده التلفزيون على اي حوارات بيتكلموا عن تسرب الطلاب من المدارس، ندوه معموله تلفزيونيه او برامج التوك شو، مين الضيوف اللي بيتكلموا؟ ولا واحد من ذوي الشأن. هي الفكرة مين اللي يصدر؟ مين شكله حبيبنا ويقدر يتكلم؟ يجيب لك واحد برلماني، يجيب لك واحد مش عارف من حقوق الإنسان، بيناقشوا إيه دول؟ بيناقشوا مثلا طريقة تعميم علاج الالتهاب الكبدي، نعم. إيه ده؟ أنا فوجئت لما عرفت إن إحنا في أمان بالنسبة لصد النهضة. أنا قاعد مع خبير مرة من هم مشاركين في القضية، قال والله الرأي العام مش فاهم، هي القضية واقفة على يتملي في كام سنة لكن مش هنضيع ولا هنعطش. قلت له مال الدنيا قلق ولا قال لي محدش فاهم حاجة. فخد بالك احنا عندنا بيروجوا لنا الرصيد المعرفي ده تالف. بحد بره مفيش الكلام ده. لن يدلو شخص بدلوه إلا إذا كان ليه بقى؟ لأن احنا ربطنا الرصيد المعرفي ده بقيم اجتماعية. خد بالك لقب دكتور يتقال لأي حد كنوع من التفخيم، يا دكتور اركن عربيتك بس بعيد عن المحل عشان هو لا يعرف اسمه ولا بتاع، هو بس بيديله اللقب اللي حسس يعني بتاع. فهي فكرة حتى خلط المكانة العلمية أو المعرفية بالمنازل الاجتماعية دي كارثة. انت لو تاخد بالك في النشرات الأجنبية أو وثائقية الناشونال جيوغرافي كده ما يجيب لك دوكيومنتري مين اللي بيتكلم مثلا، بيكتب لك اسمه.
مستر فلان، عارف مستر دي عندهم يعني ايه؟ ممكن يبقى عميد كليه بس هو اسمه مستر، مش لازم الاستاذ الدكتور السيد الحافظ، ما عندهمش الكلام ده، لان انت قيمتك فيما تطرحه دلوقتي ملهاش علاقه بالتايتل العريض او اللي احنا ماشيين بيه في كل حته. فالرصيد المعرفي انا عايز اقوله ان هو ذخيره عامه للكل بس متاحه. انا بحب اعرف نسبه البطاله في مصر، في واحد اقدر اساله، في معلومات اقدر اجيبها، لكن لو انا كل واحد عندنا الحقيقه بقى يعني مرجعيه معرفيه في حد ذاته. فكره المنفعه اللي حضرتك اتكلمت عليها، ما هي لو ماتت السبوبه الناس دي هتضيع. يعني هو نفسه بقى دكتور بس هو خريج ازهر وما عندوش حاجه يعملها، هو حافظ شويه قران، طب ازاي بقى دكتور بشويه القران؟ لقيتها في حاجه اسمها الرقيه الشرعيه. اقعد اقول شويه حاجات كده ولا تحت ايدي مريض المفروض يكون في معهد الاورام دلوقتي، انا هحجبه عندي عشان اروج المنتج بتاعي. بيبيع ايه ده؟ رقيه. بالله عليك ده منطق. العلمانيه هتحميك من الكلام ده. لما تيجي بقى نقطه الهويه والتغيير، لو سالت حضرتك دلوقتي ايه كليات القمه؟ المفروض تقول لي يعني ايه كليات قمه؟ ده مسمى معطوب. هو يعني دكتور مهندس سياسه هي دي؟ طب وما دون ذلك؟ أنا زرت مرة شركة مرسيدس، عدد المهندسين اللي فيها دايملر بنز يتعدوا على المصانع. القوة الفعالة المنتجة فنيين. طب أنت عملت، أنا دفعتي سنة 78 في كلية الطب 1200 طالب، أنا بكلمك على أيام زمان أنت ما كنتش اتولدت. 1200 وده كلية واحدة في سنة واحدة. عايزين أطباء بالمجموع، وأنا كنت أحد الضحايا. أبويا كان عايز دكتور، بقيت دكتور، والله أول ما مات رحت رامي السماعة وقالع البلط ودخلت درست إدارة أعمال من أول وجديد وتخرجت أعمل اللي أنا عايزه. لكن إحنا عندنا نصبنا في حياتنا مسميات وألقاب عطلت مسيرتنا بل وجدت حياء من بعض المهن. خدامة؟ لا أنا مش شغالش خدامة، طب تعالي يا ستي غيرنا لك المسمى، هسميكي مديرة منزل، أه كده آجي. فهنا في مش قناعة بالعمل، التايتل اللي هتحطه. الكلام ده مش موجود في ظل علمانية بتفكر بشكل سوي وتنقل لك خبرات وتجارب وهتوفر عليك انك تجرب وتتلسع وتتأذي. خدها جاهزة في غيرك جربها. فهنا التغيير الحقيقة لأنه تغيير غير مرشد. زي ما تفضلت حضرتك النقلة من النمط الريفي إلى النمط الحضري. لا منه استفاد بالنمط الحضري ولا تحضر ولا حافظ على انتاجيته وضاعت الهويه في المستقبل. مفيش حد بينزح من الريف ويخش جامعه عين شمس او القاهره وبعد ما يتخرج يرجع تاني. ليه؟ احنا لسه عندنا فكره انه من اهل القاهره او العاصمه. طب داخل انا في بني سويف عايز احضر اوبرا لازم اسافر القاهره بتاع مركزيه برضه. يعني هي الفكره احنا عندنا احتلال في حياتنا لكل القيم واستبدلت بقيم اخرى. فيصبح اهل المدينه غير اهل الريف، مع ان الانسان هو الانسان العكس البريطاني بقى. لو انت ريفي يا بختك، ده انت لو فلاح بريطاني وقعد في الريف، اولا الارض اغلى والسكن اغلى والدخل اعلى وبتاع، غير المحاسب اللي قاعد في وسط لندن. العكس صحيح عندهم. في النهايه احنا نتوقع